الحمد لله ملك الممالك، بيده الأمر كله وإليه مرجع الأول والآخر، فما بين ناج وهالك. فأهل النجاة إلى دار الكرامة ومستقر الرحمة والرضوان، وأهل الهلاك إلى دار جعل الله خازنها الملك مالك. فهؤلاء ينادون في النهايات التي سينتهي إليها أهل هذا الوجود، هؤلاء ينادون: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وهؤلاء ينادون: اخسؤوا فيها ولا تكلمون. فوالله كم من فرق بين الفريقين، وهو مآل ومرجع كل المكلفين الذين يعيشون معنا على ظهر الأرض، ومن قبلنا ومن بعدنا حتما جزما لا بد من الرجوع إلى أحد هذين المصيرين، وهو أكبر ما سيرجع إليه كل من الفريقين من جميع المكلفين. وكل من بلغته رسالة الحق فرفضها وأباها ثم مات على ذلك، فمآله نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، اللهم أجرنا من النار. وهي مآل كل من زاغ قلبه ممن كان أسلم وآمن فنزع وسلب عنه الإيمان فمات على غير الملة والعياذ بالله. ويبقى ذلكم الصنف الذي يبقى في قلبه شيء من الإيمان وقت الوفاة، وله في مسلك الحياة مخالفة، مخالفة لمنهج ربه، مخالفة لأوامر خالقه وبلاغات رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فما لم يعف عنه ولم يغفر له ولم يسامح فيه فلابد له من دخول النار ثم الخروج منها إلى دار الكرامة. هذا أقصى ما يرجع إليه جميع من معنا على ظهر الأرض، وكل الذي يتصارعون عليه ويتخاصمون عليه ويتقاتلون عليه الآن على ظهر الأرض لا يساوي ذرة من شؤون هذا المصير لو عقلوا، وما هو إلا مؤثر لهم في ذلك المصير. لا ينجو منهم إلا من حمل في قلبه أن لا يتحرك ولا يفعل ولا يقول إلا لتكون كلمة الله هي العليا، مخلصا مصفا منجا عن إرادة غير ذلك وعن إرادة غير وجه ربه جل جلاله، محصنا في عمله بالشرع والسنة والأدب والاتباع. من كان كذلك هم الناجون، وما عدا ذلك فالمتصارعون بأصنافهم إنما يوطئون لأنفسهم دركات في نار جهنم ينزلون فيها والعياذ بالله تبارك وتعالى. وإذا بعد ما ذكرنا من الأصلين، إخلاص القصد والنية للرب والتقيد بعمل الشريعة وأدبها في التصرف والحركة، إذا لم يقم ذلك فحتى في حروب المسلمين بعضهم البعض الكل منهم يوطئ لنفسه دركات في نار جهنم تحت معنى بلغه صاحب الرسالة وأداه لهم إذا عقلوا. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فالقاتل والمقتول في النار. هذا القاتل: يا رسول الله فما بال المقتول؟ قال: النية، إنه كان حريصا على قتل صاحبه، كان متصرفا بغير حق، كان مؤملا قتل الآخر بغير حق، فجزاؤه جهنم والعياذ بالله تبارك وتعالى. حتى ذلك المقتول هكذا الحكم. فيا ويل من لقي الله على غير الصفاء مع الله، على غير الصدق مع الله، على غير الانتهاج في النهج القويم، على غير رفض مختلف الانتماءات والولاءات والاتصالات لذا وذا وذاك، وإخلاصها لواحد أحد اسمه الله. يقول صاحب تلك الوجهة: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لا شريك له، وبذلك أمرت ولذلك خلقت
ولذلك وجدت، ولذلك كونت الكائنات من حولي، فأنسى هذا فأوالي وأنتمي إلى صاحب هذا الرأي وهذا الرأي وهذا الرأي، صاحب هذا الحكم وصاحب هذا الكرسي وصاحب هذا المظهر، وأنسى من فطر السماوات والأرض وحكمة خلقه إياها لأعبده، لأقصده، لأعرفه، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وقد بعث الأنبياء يخلصون الناس من شرور هذه الانتماءات لغير الله والولاء لغير الله، ويخاطب القرآن أهل العقل والإيقان: إنما وليكم الله، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، أي من أجله توالون فقط لا باعتبار آخر، ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، أصحاب الأوصاف الصالحة والأعمال الصالحة الطيبة، الذين يحيون طيبين وتتوفاهم الملائكة طيبين وحدهم، هم الفائزون، اللهم ألحقنا بهم. أهل هذه الأوصاف التي صارت في عقول كثير من الأمة رجال ونساء لا محل لها، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، الشيء الذي في عقله دل شهادتك، وظيفتك، تحصيلك المادي، مركزك الاجتماعي، هذا في عقلك وبالك، من دخله؟ من قال لك انك خلقت لهذا؟ من استعبدك لهذا؟ من الذي قال لك ان السماء خلقت لهذا؟ من الذي قال لك ان الارض خلقت لهذا؟ الهواء الذي تتنفسه خالقه قال لك خلقت لغير هذا، فاترك هواه ليعطونك هوا تتنفسه من غير هوا ربك، تقدر على ذلك؟ استحي على نفسك، تستنشق الهواء وتأخذ الطعام الذي خلقه لك وتأكل تشرب الشراب الذي أوجده، ثم تترك جميع أوامره وما قال لك في خلقك وإيجادك وتتبع هؤلاء؟ عبد من أنت؟ خالقك من؟ موجدك من؟ ومعادك إلى من؟ ما وجدنا أحدا يرجع من عند الغرغرة فما بعدها إلى حزب ولا هيئة ولا جماعة ولا حكومة ولا رئاسة ولا وزارة. إن إلينا إيابهم، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عنده، لأنه ما لهم رب غيره، بيرجعوا فين؟ لا عنده، ولكن بحالة مزرية، ناكسوا رؤوسهم في حالة بعد، في حالة غضب من الجبار عليهم، في حالة طرد، خسروا كل شيء فما عاد شيء ينفعهم، ناكسوا رؤوسهم عند ربهم: ربنا أبصرنا وسمعنا، جينا على الحقيقة، انتم كنتم متبجحين في الدنيا أنكم وأنكم، كل هذا راح بلاش، فرجانا نعمل صالحا. إيش نعمل صالحا؟ اللي ما كان له اعتبار في بالنا الآن بننتبه منه: الصلاة، الزكاة، الصوم، الأمانة، التواضع، الزهد في الدنيا، كان ما لهم نبا في خواطرهم وما له مكان في نفوسهم، قالوا احنا عرفنا، رجعنا احنا بننتبه منه هذا، نعمل صالحا، فرجينا نعمل صالحا، ما بنظلم، ما بنعتدي، ما بنتكايد خلق الله ونكيد عليهم من وراء عقولهم، نصلح خطط من هنا وهنا ونضرب ذا بذا ونلعب على ذا بذا، خلاص نعمل صالح. الخطط فاشلة، المسار اللي كنا مشينا فيه كله باطل، ضلال، ما نفع، فرجعنا نعمل صالح، يعني نتبع حبيبك، استنبس نحمل السواق، ها؟ نلبس لباسه، نصلي كما يصلي، نقرأ بقراءته، نتشبه به في القيام، هذا بنرجع بنصلح كذا. ما كانوا يقيمون لهذا وزن، لكن وإن كانوا هم كفار، الآن كم من بيننا معشر المسلمين لا يقيم لهذا وزن، كأنه كافر، كأنه غير مصدق، كل ما في ذهنه وباله ثقافة ساقطة هابطة، ميزان لما ليس له قدر عند الرحمن، يحمل إكبار وإجلال لما هو حقير عند الكبير المتعال، فلابد أن يخزى، لأنه يجد العاقبة أنه ضلال وباطل ما كان فيه، وباطل ما كانوا يعملون.
أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. وأرباب المنهج القويم والصراط المستقيم من خيار الأمة كلهم في شرق الأرض وغربها في أوقاتهم وأزمنتهم عرضت عليهم انتماءات وولاءات لغير الله، وكان بعض الظروف فيها لهم في ظهر سداد لأحوالهم وإنقاذ من شيء من أتعابهم، فرفضوا وقالوا نصبر ونتحمل ولا نوالي غير الله ولا نسلم انتماءاتنا لغير القدوس وحبيبه محمد حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. عندكم ظروف صعبة، تعال. قال خلنا وظروفي صعبة، أنا أرتقي بها الرتبة، ستكون من جاتي عندما تنزل بك الكربة. أنا لا أخدع، أنا لا يضحك على عقلي بعروضاتك البائرة القاصرة. وقد قال سيدنا علي في بعض ليالي يمسك بلحيته هم الآن بالدموع من عينيه، غري غيري يا دنيا غري غيري، روح عند واحد ثاني، اللي اتصل بمحمد خليه مع محمد، ما تقدرين علي. يا دنيا غري غيري، إلي تشوفتي أم إلي قد بتتك ثلاثا طلقتك ثلاثا لا رجعت لي فيك. أتريدين أن أكشف حقيقة ما عندك؟ فعمرك قصير وعيشك حقير وخطرك كبير. هذا أنت. ماذا نفع فرعون ملكه؟ ماذا نفع عاد قوته؟ ماذا نفع قارون ماله؟ ماذا نفع هامان وزارته؟ وزير كم من سنة انتفع بإيش بها؟ نتيجتها إيش؟ ثمرتها إيش؟ عاقبتها إيش؟ يا آل الأموال، يا آل الملك، يا آل الرئاسات، ما لستم على شيء إن لم تتصلوا بالحق الحي، إن لم تتصلوا بالمختار من لؤي، إن لم تجعلوا هواكا تبعا لما جئتم به. أف لسلطاتكم، أف لوزاراتكم، أف لأموالكم، وحق لمن أدرك حقيقة قولنا أن يبصق عليها، فضلا عن أن تغروه بها، فضلا عن أن تضحكوا على عقله بها. ليس عندكم شيء. لقد دخل الإيمان قلوب السحرة، كانوا سحرة فصاروا بررة. في لحظة من لحظات نظرات الرحمن وقالوا لمظهر الدنيا وملكها وسلطتها ووزارتها ومالها لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، لن نؤثرك. كنا أول مثل غيرنا مخدوعين، بق نجي لعندك إن لنا لأجرا كنا نحن الغالبين. نعم وإنكم لمن المقربين. أما اليوم لن نوثرك، روح أنت وأجرتك وقربك، لن نوثرك على ما جاءنا من البيت والذي فطرنا وحد خلقنا وأوجدنا نرجع لك. ليش؟ فاقضي ما أنت قاض وسنصور لك ملكك الآن بمنظار دقيق. كان أول منظارنا كما الناس اللي ضحك عليهم، اليوم لبسنا منظار دقيق. إنما تقضي هذه الحياة الدنيا وبس، محصور مقصور في الحيثية هذه، ها على قولهم في الحتة دي محلك أنا في هنا، إنما تقضي هذه بس. حصلنا رب الدنيا والآخرة، حصلنا ملك الملوك. إنما تقضي هذه إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير. عندنا قرار ما في تراجع فيه. قال سادتنا الصحابة لما نزلت آية البيع والشراء، إن الله اشترى إن المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. صرحت ألسن الصحابة ربح البيع فلا نقيل ولا نستقيل، ما عاد نسمع أي كلام. وثبتوا وصدقوا ووفوا. انظروا أين قبور الصحابة، من منهم قبر في بلاده وفي محله؟ القلة القليلة، 100,000، 60,000 ما قبروا في بلدانهم منهم،
عشرهم ولا أقل من العشر، نحو نصف العشر، وهذه تسعة الأعشار والنصف لما تفرقوا. ها اسألوا واحد نزل النبي في بيته في المدينة المنورة، وهو الآن فين؟ قاعد في القسطنطينية هناك في تركيا، يوصي الذين عنده إذا أنا استشهدت وأنتم تواصلون الجهاد فاصبروا لا تدفنوني حتى إلى آخر بقعة تصل إليها فاقبروني، لأكون أبعد ما أكون عن بيتي، كل مسافة أبعد ما أكون عن بيتي، وأقول لربي من أجلك قطعت هذا، أنا بعدت من بيتي من شانك. من هذا اللي نزل في بيته النبي؟ أبو أيوب الأنصاري. وخرجه قام فوق 80 من عمره، شابه وعنده بعض العراج في رجله، وخارج إلى الجهاد في سبيل رب. ولما راجعوه قال الله ربي يقول انفروا خفافا وثقالا، أو يقول انفروا خفافا فقط، هو قال في القرآن انفروا خفافا فقط، وقال انفروا خفافا وثقالا، قال الله قال انفروا خفافا وثقالا، قال خلاص أنتم خفافا أنا ثقيل، يلا مرة بسم الله. مع أنه قد نعم بأيام ورود الحبيب عليه، بيته من بين مئات البيوت في الأوس والخزرج ما نزل إلا بيت أبي أيوب الأنصاري. إيش ذا النعمة اللي خصه الله بها؟ من وسط بيته؟ من عنده؟ من نزل بداره؟ الذي رقفه وقال عرش صاحب اليسرى والمعراج وسط دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. انزل يا رسول الله عندي طابق الأعلى، قال لا، أيسر على من يزورنا عاد وصل المدينة وناس يفيدون عليه، قال هذا أقرب من يزورنا ونحن هنا، وجلس صلى الله عليه وسلم. وبيت ما هو غرف كثيرة، الذي غرفة تحت غرفة فوق، بقي مصالح، فإيش يصلح الغرفة؟ يطلع الغرفة اللي فوق، وكيف قوم أدب قوم ذوق قوم، الاعتبارات عندهم كلها علوية، خيرها باقي، ماشي عندهم ثقافة بايرة بايدة ثقافاتهم. إيش يقول؟ كيف أمشي فوق رسول الله؟ فين فرش النبي؟ تحت في الجانب هذا، هو أهله يدخلوا من الباب يروحوا الجنب الثاني هنا. ما يمشون في المكان الذي فوقه، بينهم طابق لكن يمشي في الجانب الله، ويمشون على أطراف أقدامهم، ويخافوا أن ينزل أي أثر من التراب وغيره من سقفهم إلى الغرفة التي فيها رسول الله. ومرت أيام وهو يقول للنبي اطلع، يقول له أرفق بمن يزورنا، وانت وضعه عليه الصلاة والسلام. حتى كانوا في بعض الليالي وكأنها من ليالي البرد، وعندهم فوق زير فيه ماء وسقط مكسر، شلوا الثياب اللي يتغطون بها كلها من البرد ينشفون بها الماء، خشية أن ينزل منه قطرة إلى المكان تحت فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم. نشفوا ثيابهم وقعدوا في البرد، ما عاد معهم غطاء، ما ناموا طول الليل، أصبح يحدث النبي ما ترى ما لقي، قال خلاص أطلع فوق. نزلوا أهله إلى تحت وطلع صلى الله عليه وسلم رفقا بهم، جلس تحت رفقا بالمؤمنين وطلع فوق رفقا بهؤلاء أهل البيت الذي نزل عندهم، كان عبد خالص لله، ما يجي بيت يتفرج يقول أنا بغيت المكان أبغيت المكان أبغيت المكان، ينزل يجلس هنا من أجل المسلمين، والرفق بالزائرين يطلع هناك من أجل خاطر هؤلاء، ما يرتب لنفسه حتى ما كان، عبد خالص عبد خالص للرب صلى الله عليه وسلم، جامع الخصائص صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هذا نبيكم هاديكم، ما أعلاه وما أرفع رتبته عند الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكن غيره يعلمونكم التنافس على المزايا الدنيا، فز أنت وغيرك شل الأفضل محل وطلع له. نبيكم ما كان يفكر هذا التفكير، كان يرفع بمستوى تفكيركم إلى ما هو أرقى، إلى ما هو أبقى، إلى ما هو أنقى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فتعلموا منه تزكوا بتزكيته، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. سيدنا أبو أيوب هذا يقول قدموا إليه العشاء، رجعوا قال كنت إذا رجع العشاء من عندي أتسابق أنا وأم أيوب على مواضع أصابعه ناكل المكان. قال فلما رجع لنا تلك الليلة العشاء ما رأينا أثر أصابعه، قال خفنا خفت، فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما تعشيت الليلة ما أكلت عشانا؟ قال إني وجدت فيه أثر هذه الشجرة، ثوم كان في البثة،
وإني أناجي من لا تناجون. فكلوا أنتم، أنا ما أقدر أكل. قال سيدنا أبو أيوب قالوا هذا فراق بيني وبين ثم عاد يدخل الثوم بعد هاليوم إلى دارنا كله، ولا عاد دخل عرق بعد ذلك إلى دارهم من الثوم. صار ما يبقى أنا آلفين هذا من زمان، ونحن طبيعتنا نحب الثوم مشي عند الصحابة، هذا هم أيضا عبيد، هم أيضا خلص للحق. قال وأنا والثوم برا، ولا عاد أحبه ولا عاد أشوفه. حتى شهواتهم الذوقية الطعمية في الطعام بالعادية تتهذب. هذه غاية، هذه غاية. كيف يصل الإنسان إلى هذه الدرجة؟ إذا قوي إيمانك شفت القرب من هذه المعاني عليهم رضوان الله تعالى. وأنعم وجلس صلى الله عليه وسلم شهرين عنده في المنزل أو يزيد على ذلك، حتى ابتنى بعد ما بنى المسجد بعض الحجر، ثم انتقل إلى حجره عليه الصلاة والسلام قريبا من بيت أبي أيوب رضي الله تعالى عنه، أبي أيوب الأنصاري، هناك قبره. وسأل هذا يحضر غسل النبي صلى الله عليه وسلم ويشارك في غسله، سيدنا البثم ابن العباس بن عبد المطلب ابن عمه، وين قبره؟ في الحجاز؟ لا، هو في الجزيرة العربية؟ لا، هو وخرج من الجزيرة. وش خرج هذا الإنسان؟ عاد وحضر غسل النبي وقت وفاته، وروح دور له، وروح إلى الشرق، ولما تصل إلى سمرقند وتعال إلى جوار بلاد البخاري وتحصل غثم بن العباس هناك. اللي جاب قبرك لهنا يا غثم؟ هم الدين، بلاغ الرسالة، حمل الأمانة، في الانتماء، الانتماء إلى الحق ورسوله بخرج. وهذا الذي تميزوا به عن أهل زمانه، كان انتماء إلى فارس والروم وما تفرع عنها، وانتماء إلى قبلية وإلى أغراض، كان هذا موجود. لكن أصحاب محمد قطعوا هذه الانتماءات كلها وصاروا عبادا لله وحده، فصاروا محل نظر الله على ظهر الأرض، ونشر بهم الحق والدين في المشارق والمغارب، رزقنا الله متابعتهم. وأثنى ربي عليهم يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم، اللهم اجعلنا منهم، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم، ذلك الفوز العظيم عليهم رضوان الله. اللهم ارزقنا متابعتهم والتشبه بهم والاقتداء بهم، واحشرنا جميعا في زمرتهم يا الله. نزه قلوبنا وقلوب أهل مجمعنا ومن يسمعنا عن أنت ما لا ترضى لأي شيء من الكائنات ولأي أحد كائنا من كان، نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك، لا نوالي إلا من واليت ولا نعادي إلا من عاديت، وأنت ورسولك أحب إلينا مما سواكما، اللهم حققنا بذلك، سلك بنا شريف تلك المسالك يا الله. وباقي أعمارهم لا تخذل أحدا منهم فيخدع إلى ولاء غيرك فتقبض روحه على غير الملة. ثبتنا على الصدق معك، ثبتنا على الولاء لك يا حي يا قيوم، يا من بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله. لا تخذل قلبا من هذه القلوب إلى ما يوجب السخط ولا الغضب ولا الفضيحة يوم القيامة ولا الانقطاع عن المظلل بالغمامة أو التخلف عن الورود على حوضه المورود، يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك يا الله يا الله. إن عدوك إبليس يحسد القلوب التي والتك وحدك وتخلصت من ولاء غيرك، ويريد أن يوصل إليهم الشر بكل ما أمكنه، فرد كيده في نحره وكيد جنده كلهم
ومن والاه من الجن والإنس، ولا تسلطهم على قلب من قلوبنا، ولا قلوب أهلينا، ولا قلوب أولادنا، ولا قلوب أهل ديارنا، ولا قلوب جيراننا وطلابنا وأصحابنا وأحبابنا. احفظ هذه القلوب يا حافظ، وأصلحها يا مصلح، ونورها يا منور، وطهرها يا مطهر، واعصمها واحرسها بعينك التي لا تنام يا الله. يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك يا الله. اجعل عدوك يحث التراب على رأسه من هذا التوجه وهذه الدعوة، وأخزه واصرفه عنا. اللهم آيسه منا كما آيسته من رحمتك، قنطه منا كما قنطته من عفوك، وباعد بيننا وبينه كما باعدت بينه وبين جنتك، وأدخلنا في دائرة عباد لك ليس للشيطان عليهم سلطان. آمين يا الله يا رحمن يا كريم يا منان يا مجيب الدعاء يا الله يا الله. ولنيل هذه المزية لو صحت بها الله طول ليلك لكان قليلا في حقها، فلعلك لو صحت بها لحظات أعطاك إياها ووهبك إياها وأكرمك بها وألبسك حلتها وتوجك بتاجها. يا الله يا الله، اجعلنا من عبادك الذين ليس للشيطان عليهم سلطان، واحفظ واحرس هذه القلوب ما بقي من الأعمار في هذه الدنيا وفي هذه الحياة القصيرة، وثبتنا أكمل الثبات عند الممات يا الله يا الله. واجعل آخر كلام كل واحد منا من حياته هذه لا إله إلا الله متحققا بحقيقتها، متحققا بحقيقتها، متحققا بحقيقتها يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. مجلس عقد لك ومن أجلك تسلسل من نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم فسر به قلب حبيبك وتوجنا فيه بتاج الصدق معك يا قريب يا مجيب يا الله، وانفع به الكون وأهل الكون يا الله يا الله. كثير ممن في بلدانهم وممن في ديارهم وممن في أقطارهم، انفعهم بنفعات، أعد عليهم عائدات يا الله. إبليس وجنده يتسابقون على المكائد والمحاولات، وأنت معنا لنا وما نعرف إلا وجه إليك ولا نعتمد إلا عليك، ما بأيدينا حيلة ولا مقاومة لأهل الصفات الخبيثة الضالة هذه، ولكن إليك نلتجي وبلسان حبيبك نناديك، ارحم الأمة وانشر الخير في القلوب أنت بقدرتك الغالبة وقهرك الذي يذل له كل مكابر وكل مناكر وكل فاجر يا الله يا الله. سر قلب حبيبك بما تفتح من خزائن الجود، وتحق وتنجز من الوعد الذي وعدته زين الوجود، يا بر يا ودود يا قريب يا مجيب يا حي يا قيوم يا الله. ناديناه بفضله ودعوناه بطوله، وما أحد منا ومنكم اشترى ذلك بشيء من حاله ولا ماله ولا قوله ولا فعله، ولولا فضله ورحمته ما قدرنا أن نقول يا الله، ولا سألنا مع من دعا من أهل رضاه في مجمع طلت فيه الإنس بالجن بالملائكة والعالم الأعلى بالأسفل والأول بالآخر، القرن الأول بالثاني والثالث والرابع والذي نحن فيه، وامتدادات حبال مقرون بعدنا ومن يأتي بعدنا، واتصالات شرق بغرب. لك الحمد يا رب العرش،
الملك ملكك والخلق خلقك والكون كونك والأمر لك، واقتضت حكمتك أن يضل أكثر عبادك، ولكننا نستهديك فاهدنا ونسألك نشر الهداية لنا وبنا، وأن تدفع كيد أهل الضلال عنا يا الله. ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي، صدقا وأقصى مرادي رضوك الدائم الحال يا الله. وقد أنعم عليكم بهذه النعمة، استشعروا منته ونادوه واطمعوا فيه وارجوا ما عنده، وقولوا يا الله يا الله بإخلاص، قولوا يا الله وبتواضع، قولوا يا الله وبرجاء، قولوا يا الله بخشية وخوف، قولوا يا الله وبطمع فيما عنده، قولوا يا الله وبتعظيم لأمره وأمر رسوله، قولوا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. كلمة شريفة عزيزة عظيمة رفيعة حليتنا بها وأنطقت بها قلوبنا وألسنتنا، لك الحمد يا رب يا الله. والله لا نطقت ألسنتكم ولا من قبلكم ولا من بعدكم ولا ألسن الملائكة في السماوات بكلمة أعظم من الله يا الله يا الله. ولا أشرف ولا أقدس ولا أجل ولا أجمل ولا أكمل ولا أصفى ولا أوفى ولا أنقى ولا أحب ولا أطيب من اسم ربي وربكم ورب كل شيء، الله يا الله يا الله. شرفتنا بندائك فشرفنا باستجابتك لنا يا خير مجيب يا أكرم مستجيب يا أقرب من كل قريب يا إلهنا الذي من أمله لا يخيب يا الله يا الله. لو استشعرت من ذا الذي تناديه واسم من تدعوه لطاب لك المجال وتلذذت بهذا الحال وأحببت أن تبقى فيه أبدا سرمدا، ما أحسن تذللك ورجوعك إليه ونداءك إياه يا الله. ما أكرمك ما أرحمك ما أوصلك ما أجملك ما أجلك ما أجزل نوالك ما أعظم إفضالك. سبحانك يا رب سبحانك يا رب، لك الحمد يا رب لك المن يا رب. تمم علينا النعمة يا الله أتمم علينا النعمة يا الله. لن صرف كل منهم إلا بقلب محروس بعنايتك فيما بقي من أيام ولياليه حتى يلاقيك وأنت راض عنه يا الله 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 يا الله. لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا ونحن عبدك أرقا، فأنلنا فوق ما منانا وكن لنا بما أنت أهله يا مولانا، والحمد لله رب العالمين.